بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده دمها خفيف جدا، هي فكرتها خليك ذكي وشغل مخك. ناس كتير يا جماعه لما يتعرض لموقف صعب ينهار ويعيط بقى ويترعش بقى وخلاص وده يقفل. مين بقى بيشغل دماغه على طول؟ على فكره الدماغ دي يا جماعه عامله زي عضلات الايدين، كل ما تشغلها تجمد، كذلك كل ما تشغل دماغك تبص تلاقي نفسك بقيت اذكى وتتصرف صح. لكن في ناس، خليني احكي لك قصه. هي القصه حصلت في تاريخ الاسلام القديم في عهد عبد الملك بن مروان، احد خلفاء المسلمين الكبار في الدوله الامويه. عبد الملك بن مروان عنده اثنين قاده كبار قوي، الحجاج بن يوسف الثقفي، طبعا عارفين الحجاج يعني بقى اللي كان بيقتل الحجاج، وعنده واحد تاني اسمه كلثوم بن الاغر. الحجاج بيغير من كلثوم بن الاغر لان كلثوم ناجح وهما الاثنين يعني منافسين لبعض، فالحجاج عايز يخلص من كلثوم. الحجاج ما يهموش بقى، فدبر كده مؤامرة وقام عامل لها باكج حلو كده وظبطها، وقام رايح لعبد الملك بن مروان قال له كلثوم بن الأغر بيتآمر عليك عشان يقلب نظام الحكم ويحكم مكانك. عبد الملك بن مروان وعمل بقى عملها مظبوطة يعني، عبد الملك بن مروان اتجنن وشاط، قال يعدم، يتقتل القائد بتاعه هيقتله. فعرف كلثوم بن الأغر، أم كلثوم بن الأغر ست كبيرة وتعرف عبد الملك بن مروان وسنها فوق المية، ست عجوزة قوي، فراحت لعبد الملك بن مروان تستعطفه تقول له ما تقتلش ابني أرجوك. فعبد الملك بن مروان أحرج منها والناس كلها واقفة، فقال لها خلاص نكتب ورقتين ونقفلهم، ورقة يكتب فيها يعدم وورقة يكتب فيها لا يعدم، والحجاج هو اللي يكتب الورقتين يعني ويجي ابنك بكرة ويختار هو ورقة اللي تطلع تتنفذ، لو طلع لا يعدم خلاص نعفو عنه، لو طلع يعدم يعدم، يا حجاج اكتب الورقتين. الست مشيت وهي حزينة، ليه؟ هو الحجاج هيكتب ايه في الورقتين؟ يعني تفتكروا هيكتب واحدة يعدم واحدة لا يعدم إذا كان هو اللي عامل المؤامرة؟ طبعا هيكتب الاتنين يعدم، ويقوم مطلع الورقة يعدم. الست ذكية برضه، شوفوا تشغيل المخ، ما قالتش طب يمكن بكره، فهمت ان اكيد الحجاج هيعمل ايه. وعبد الملك بن مروان لما قال الحجاج اللي يكتب الورقتين عشان يخلص، راحت لابنها وقعدت تبكي. كلثوم بن الاغر مشغل دماغه، سهران طول الليل، صحي الصبح قال لها امي ما تخافيش الموضوع هيتحل ان شاء الله. قالت له ازاي وايه الهدوء اللي انت فيه؟ لا اعملت عقلي. يا سلام، شوف الكلمه دي، شغلت ده، في ناس ما بتشغلش ده. قام رايح تاني يوم، عبد الملك بن مروان قاعد والناس كلها واقفه والحجاج واقف، وقام جايب الورقتين وقام قايل له ها واحده في الورقتين دي يعدم والتانيه لا يعدم، تختار انهم؟ فكلثوم بن الاغر بمنتهى الهدوء يعني ازاي بمنتهى الهدوء قال له اخترت الورقه دي. اي ورقه؟ وقام واخدها وقام باصص للناس كلها قال له انا اخترت الورقه دي يا امير المؤمنين، اخترت الورقه دي. وقام واخدها بلعها، بلعها. فقالوا له ايه ده؟ طب ومكتوب فيها ايه؟ قال لهم مكتوب فيها اللي مكتوب فيها، انا اخترتها، اكيد الورقه الثانيه تبقى عكسها. حد فهم؟ قال لهم افتحوا الورقه الثانيه، اكيد انا اخترت دي وبلعتها، يبقى الورقه الثانيه عكسها. طبعا الاثنين مكتوب فيهم يعدم، فقاموا فاتحين الورقه الثانيه مكتوب فيها يعدم، قال لهم يبقى انا اللي انا بلعتها مكتوب فيها لا يعدم. الحجاج اتجنن وعبد الملك بن مروان ابتسم قال لا يعدم، انت ذكي تستحق انك تروح، ونجا. فاهمين الفكره؟ شايفين الذكاء عملها ازاي؟ مش انت بتقول يعدم ولا يعدم، طب انا بلعت دي يبقى العكس في الثانيه، الثانيه مكتوب فيها يعدم يبقى اللي انا بلعتها اكيد مكتوب فيها لا يعدم، ولا انت كاتب الاثنين يعدم؟ ونجا كلثوم. ممكن شغل مخك بقى، ممكن لو سمحت شغل مخك، وكل ما تتزنق بدل ما تعيط تشغل ده، تحافظ على بسمه امل في حياتك. شكرا، السلام عليكم.